الشبشب الطائر أو ما يعرف أيضا بالشحاطة الطائرة، السلاح الفتاك الذي تستخدمه الأم العربية للقضاء على أولادها المزعجين مع استخدام الجملة الشهيرة يلعن أبوك. تختلف أنواع هذا السلاح، منه من يكون مزودا بجهاز تتبع يستطيع تحديد وجهته إلى رأس الضحية. كان خبير الشباشب الطائرة قد أخبرنا عن التحديثات الجديدة. نعمل على تطوير هذا السلاح لجعله يطير لمسافات أكثر، فكما رأينا في الفيديو تم تطويره ليصل إلى أكثر من 100 متر.